بلغ نادي الكويت ربع نهائي البطولة العربية للأندية 34 لكرة السلة بعد الفوز على الميناء اليمني ب 104 نقاط مقابل 55 ليتصدر المجموعة الأولى ويلحق بفريق كاظمل الذي تصدر المجموعة الثالثة وبلغ الدوري ذاته. كما تأهل للدوري ذاته دجلة العراقي بعدما تغلب في مباراة مثيرة على الأهلي البحريني ب 98 نقطة مقابل 96. عبد الله مجيد لكن قصيرة هالمرة يا عبد الله قصيرة هالمرة.